ستكون مع السيد هانو كلانك من واشنطن. سيد هانو، البيت الأبيض ذكر أن المكالمة الهاتفية الأولى بين بايدن ونتنياهو كانت جيدة نوعا ما بعد نحو شهر من التوتر بين الطرفين. المناقشة سارت في اتجاه التوافق حول حل الدولتين، لكن من ناحية أخرى نفى مكتب نتنياهو هذه التصريحات تماما. ما سبب هذا التباين في التصريحات بين واشنطن وتل أبيب؟ طيب، إنه من شعوري أنه لا زال هناك بعض التوترات بين العلاقات بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو في إسرائيل. هذا ليس سرا أن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو لم يكون بينهم علاقة جيدة أو قريبة، والآن كلنا قد دفعنا نحو هذه الأزمة بسبب الهجمات البشعة التي قد حدثت في 7 أكتوبر، وكلا الحكومتين يحاول العمل للخروج من هذه الأزمة مع كامل الاحترام بالأمور السابقة التي قد ظهرت أن كان هناك بعض الاختلافات وعدم التوافق بشأن حل الدولتين كأسلوب للسلام. وأعتقد أن رئيس الوزراء وحواره مع رئيس قد عالج بعض الأمور في الأيام السابقة، لأن التقرير الأخير يبدو أنه قد أظهر رئيس الوزراء نتنياهو وأنه قد وصل إلى مرحلة ما حول تعليقاته السابقة. لا أظن أن الحكومة الإسرائيلية قد أغلقت الباب تماما أمام حل الدولتين، ويتفهم أن هذا الأمر يعد أولوية بالنسبة لرئيس بايدن.